بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبابي. الحمد لله حمدا كثيرا يملأ الميزان، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى من تبعهم بإحسان. خلق اليوم هو خلق الصبر، وهو من أعظم العبادات القلبية والأخلاقية. أمرنا الله عز وجل بالصبر وبشرنا بما أعده للصابرين. ماذا أعد الله للصابرين؟ أهل الابتلاءات وأهل المصائب وأهل الإشكاليات، أعد لهم 5 أمور عظيمة عظيمة جدا. أولا بشارته، بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ثانيا معيته، إن الله مع الصابرين. ثالثا محبته، إن الله يحب الصابرين. رابعا الأجر الكثير، يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. خامسا إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. إذا الفوز بالجنة والفوز بالأجر والفوز بالخير الكثير. ما هو هذا الصبر؟ الصبر هو حبس النفس عن الجزع وعن الشكوى وعن السخط، وثباتها في المواقف الحرجة. الصبر قبض راسي باش نبقى متأدب مع الله عز وجل كيفما كانت البلايا. هو 3 أنواع، الصبر 3 أنواع. هناك صبر على الطاعة، ومثال في القرآن جميل وتذكره كل عام هو صبر سيدنا إسماعيل وسيدنا إبراهيم على الذبح اللي أمر الله عز وجل به سيدنا إبراهيم، وجوجهم تتلو قالوا ستجدنا إن شاء الله من الصابرين. فتنتفكرها كل عام على أساس القمة في الصبر على الطاعة والامتثال لأوامر الله. هذا الأول. ثاني الصبر على المعصية، معاصي كثيرة ونزوات وأهواء تبعد عليهم الإنسان في دنيا. وضربنا الله عز وجل مثال في القرآن بسيدنا يوسف، والموضوع هنا طويل. ثم الصبر على الابتلاءات وأقدار الله، ومثال أيضا في القرآن سيدنا أيوب اللي صبر على مرضه بسنين الطوال. هذا الصبر يا أحبابي له وصفة جميلة بغيت كل شيء يتعلمها، لأنه مهم بزاف، والدنيا عامرة بالإشكاليات. خصنا نتعلمه نصبره باش نحققه ونوصله للفوز لا في أمور الدنيا ولا في أمور الأخيرة. أولا إلا بغيت نكون من الصابرين والصبر الجميل، أولا الصبر عند الصدمة الأولى، ثانيا قول الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، ثالثا عدم السخط وعدم الشكوى والتدجر. المفروض أن الشكوى لله، أشكو بثي وحزني إلى الله، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. والمفروض أن المؤمن لا يحدث بمصائبه ومشاكله، بل يحدث بنعم الله عليه كما أمره الله تعالى به. الله تعالى تقولنا وأما بنعمة ربك فحدث. وخا تكون في المشاكل وخا تكون في الإشكاليات، شنو ما كان عندك راه عندك نعم كثيرة أنت تتنعم فيها. حتى إلا حرقاتك حاجة، حوايج ما حرقوكش، حتى إلا مشات لك حاجة حوايج عندك، وحتى على محل الله عز وجل يريد بنا أن نصبر صبرا جميلا في كل أمور حياتنا لكي نصل بإذن الله إلى درجات المعية والمحبة والفوز برحمة الله عز وجل. فنتعلم الصبر على أساس شي حاجة اللي يمكننا نتعلمها من الأخلاق اللي يمكننا نتحلو بها. تقولنا الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الصبر بالتصبر، إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم. إذن ما عندك واحد العذر يقول أنني لا أنا ملي كنت وأنا ما تنصبرش وأنا ملي كنت وأنا، حان الوقت وهذه فرصة رمضان لنتعلم الصبر. دابا تنصبروا على الجوع على العطش والمحدانة، تنصبروا على المباح، فما بالنا ما نصبروش على الحرام، ما بالنا ما نصبروش على أقدار الله مع اليقين في حسن تدبيره، مع اليقين في أن هذا الصبر كالصبر في مرارته لكن عقباه أحلى من العسل. فملي تنكونوا عارفين النتيجة أنها مزيانة بزاف تنصبروا تهون علينا مشقة الطريق بإذن الله الواحد الأحد. ف
فاللهم خلقنا بأخلاق القرآن، وعلمنا برحمتك علما نافعا، وارزقنا عملا متقبلا صالحا، واجعلنا يا ربي من خير عبادك وأحسنهم قولا وعملا وخلقا يا ذا الجلال والإكرام. والآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.